بعد انطلاق مسيرات حاشدة وغاضبة من وسط المدن الفلسطينية بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون إسرائيل. هذه المسيرات وهذا الغضب يتصاعد يوما بعد يوم في قضية متفاعلة في الشارع الفلسطيني بعد تدهور صحي لعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ونقلهم إلى مشافى إسرائيلية وإلى عيادات ميدانية غير متخصصة في محيط السجون الإسرائيلية استحدثت لغرض كسر الإضراب عن الطعام. تصعيد تلو التصعيد يستمر في الشارع الفلسطيني مع حالة إدارة الظهر الإسرائيلية لكافة المطالب، مطالب الأسرى المضربين عن الطعام. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من أمام حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.